ليقم الله ويتبدد جميع أعدائه ويهرب مبغضوه من أمامي وشر. إن في إسحانا المسيح المنقذ قد اتضح لنا اليوم فسحا شريفا فسحا جديدا مقدسا فسحا سريا فسحا جليل الوقار فسحا بريئا من العين فسحا عظيما فسحا للمؤمنين فسحا فاتحا لنا أبواب الفردوس فسحا مقدسا جميع المؤمنين. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. كما يباد الدخان البدور وكما يذوب الشمع من قدامي وجه النار هلم من المنظر أياتها النسوة البشيرة وخطيبنا صيون قائلات اقبلي منا بشائر الفرح بقيامة المسيح. يا كذلك تهلك الخطا من امام وجه الله والصديقون يفرحون ويتهللون امام الله ويتنعمون بالسرور. ان النسوه الحاملات الطيب لما انتصبن في عميقة بإزاء ضريح المعطي الحياة صادفنا ملاكا جالسا على الحجر فطفق يخاطبهن قائلا لهن هكذا ما اذهبنا وبشرنا تلاميذا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ولنتهلل به. إن فسحنا الذي هو فسح الرب قد أطلع لنا فسحا جليل الاعتبار فسحا نصافح فيه بعضنا بعضا بفراغ. فيا له من فسح منقذ من الحزن وذلك لأن المسيح قد بزغ اليوم من القبر كالبازغ من الكيد وأوعب النسوة فرحا بقوله
بشرنا الرسل.